معلش ما الناس خلاص نقدر تحليل مع... والله يحيى مصر يعرف مصير أسوريو مع نادي الزمالك. لا سوري ما عادي في اتفاقيات ولسه ردود يعني مسألة تفاوض يعني. عرض وعرض من هنا ومستنيين الرد. لو وصل الفيفا لا مش هيوصل ان شاء الله. مش هيوصل يعني هيتلم موضوع أسوريو. احسن له عايز يروح حبيبي يروح انا الاسرع له والاقوى هو نادي الزمالك. ودي الاتجاه الاداره المحترمه يعني. يعني اصل هو كان في جلسه انت كنت قاعد جلسة فيها جلسه وهو ما رضاش باي حاجه في الجلسه. لا 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 خد رد وقال ارد عليكم مستنيين الرد. ما ردش يعني. لا لسه ده لسه اول امبارح. وفلوسه جاهزه ياخدها وشكرا. كل حاجه ما تقلقش مش عايزين نخش في الدوامات والله دي والله. مفيش حاجه فيش دوامات احنا يعني مش عايزين نخش بقى الشكوات والحاجات دي اللي انتوا بتعانوا منها دلوقتي. مجلس اداره حريصين جدا واحنا بنلتزم باي حاجه ابرمها مسؤول الزمالك. سيفيهات بتاعت المديرين الفنيين اسباني الماني ايطالي ما اعرفش عنها حاجه. ما تعرفش عنها حاجه تمام. في حاجه تانية كل وكاله مصر بتبعت. لا والله سيفيهات شغاله الله ينور. لكن الثقه في معتمد جمال وخلاص الدنيا زي الفل ان شاء الله. القيد ممكن في امل ولا ما فيش امل؟ باذن الله خير. في امل يعني باذن الله. في حل مع لشبونه يعني مفاوضات ان شاء الله اقول يا رب ان شاء الله. تمام طيب ماذا لو مع الكابتن احمد سليمان؟ على الشاشة ولا هنا؟ يا حسني يلا ماشي. اي يا كابتن ماذا لو عاد احمد فتوح معتذرا بقاؤه مع الفريق استمرار عرضه للبيع؟ قرار مجلس ادارة نادي الزمالك. قرار مجلس ادارة نادي الزمالك اللي هو ايه؟ قراره لسه هو قراره ثابت يعني هيتم البت في الموضوع. قرار مجلس ادارة. انت رايك ايه؟ قرار مجلس اداره. انا بالإجماع. فرض انا قرار في مجلس اداره. فرض في مجلس اداره. ماشي. او عضو يعني. ماذا لو طلب طارق حامد العوده التوقيع معه نظير عقد كبير طي الصفحه لرفضه التجديد في الماضي؟ لصالح نادي الزمالك هيتعمل. تمام اللي بعده. ماذا لو طلب شيكابالا الاعتزال؟ هتوافق على طلبه تعينه في منصب اداري كبير؟ ترفض وتقرر تجديد عقده لموسم اخر؟ انا قلت قبل كده ان شيكابالا هو هو صاحب القرار لانه نجم كبير ولاعب مميز. هو اللي يقدر يقول هو يقول امتى انا هحافظ على اسمي امتى بطل او بطلش. كلام محترم ويستاهل شيكابالا طبعا. تمام يبقى القرار هنا هو شيكابالا اللي هيقرر طالما انا قادر على العطاء. طبعا هكمل ودي حاجه كويسه وتقدير لقيمة شيكابالا. ماذا لو وضع محمد عواد شروط مالية ضخمة فوق ال 15 مليون سنويا توجيه شكره ورحيله تجديد عقده لرحيل محمد صبحي؟ اللي في صالح نادي الزمالك برضه. تمام